بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في درسنا عن المقارنة بين الرابطة الهيدروجينية والرابطة التساهمية. أول حاجة، الرابطة الهيدروجينية أضعف من الرابطة التساهمية، لكن الرابطة التساهمية بتكون أقوى من الهيدروجينية 20 مرة تقريبا. يبقى الرابطة الهيدروجينية ضعيفة والرابطة التساهمية قوية عن الرابطة الهيدروجينية 20 مرة. طيب، الرابطة الهيدروجينية أطول من التساهمية، لكن الرابطة التساهمية بتكون أقصر من الهيدروجينية. يبقى أنا من المعلومات دي هستنتج حاجتين. أول حاجة، إن الرابطة الهيدروجينية طويلة وضعيفة، لكن الرابطة التساهمية قصيرة وقوية. الرابطة الهيدروجينية بتعتمد على السالبية الكهربية للذرتين المرتبطتين، والمعلومة دي احنا عرفناها من الدرس اللي فات، لكن الرابطة التساهمية لا تعتمد. تمام. طيب، بالنسبة للرابطة الهيدروجينية، المركبات ذات الروابط الهيدروجينية بتأخذ أشكالا متعددة، زي ما قلنا دورية أو خط مثلا مستقيم أو أي شكل أنت تتخيله، لكن الرابطة التساهمية ليها شكل محدد. تمام. يبقى احنا قلنا إن الرابطة الهيدروجينية بتعتمد على السالبية الكهربية بتاعت الذرتين المحيطين بيها، لكن الرابطة التساهمية لا تعتمد على السالبية الكهربية للذرتين اللي هي بتعمل رابطة ما بينهم. وبالنسبة للرابطة الهيدروجينية ليها أشكال كتير، لكن الرابطة التساهمية ليها شكل معين. طيب، نيجي بقى للرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية هي رابطة تنشأ من سحابة إلكترونات التكافؤ الحرة، وتعمل على تقليل قوى التنافر بين أيونات الفلز الموجبة في الشبكة البلورية. يبقى هي رابطة بتنشأ من، احنا قلنا إن الإلكترونات بيبقى مش في مكان واحد، احتمال وجودها في كذا حتة، عشان كده بنقول عليها سحابة. ليه؟ عشان احتمال وجود الالكترون في المنطقة دي بيكون كبير. يبقى هي رابطة تنشأ من سحابة الكترونات التكافؤ الحرة اللي هي في مستوى الطاقة الأخير، وهي بتكون الرابطة دي ما بين ذرات الجزيء. تمام. بتعمل على تقليل قوى التنافر بين أيونات الفلز في الشبكة البلورية. تمام كده. يبقى هي رابطة بتعمل على تقليل قوى التنافر بين أيونات الفلز الموجبة في الشبكة البلورية، وبتنشأ من إيه؟ من السحابة بتاعة الإلكترونات التكافؤ الحرة ما بين الذرات. علامة تتوقف قوة الرابطة الفلزية، بتتوقف على عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الفلز. فكلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الفلز، زادت قوة الرابطة الفلزية، ويصبح الفلز أكثر صلابة، والذرات بتكون أكثر تماسكا، ودرجة انصهاره بتكون أعلى. يبقى علامة تتوقف قوة الرابطة الفلزية بتتوقف على عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير للأيونات الفلز المكونة للجزيء، أو اللي هيحصل ما بينهم رابطة فلزية. تمام. بتتوقف على عدد إلكترونات التكافؤ اللي هي إلكترونات مستوى الطاقة الأخير للأيونات الفلز المكون المحطوط ما بينهم رابطة فلزية. تمام. كلما زاد عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير بتاع أيونات الفلز، خلاص، بيترتب عليها ثلاث حاجات. أول حاجة، قوة الرابطة الفلزية بتزيد، بيصبح أكثر صلابة، يعني بتكون الذرات متماسكة ببعضها أكتر، بتكون درجة انصهاره أعلى، يعني ما بينصهرش بمنتهى السهولة. تاني، يبقى أنا كل ما يزيد عدد إلكترونات التكافؤ اللي هي في مستوى الطاقة الأخير بتاعة ذرات الفلز أو أيونات الفلز، بيترتب عليها إيه؟ بيترتب عليها ثلاث حاجات. أول حاجة، الرابطة الفلزية بتقوى، بيحصل قوة، بتزيد قوة الرابطة الفلزية، وكمان بتكون الفلزات أكثر صلابة. تمام. يعني الذرات ما بينهم وما بين بعضهم بيكونوا أكثر تماسكا، ودرجة انصهارها بتكون أعلى. طب خلونا نشوف مثال. ذرة الصوديوم بتحتوي على إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير. يبقى ذرة الصوديوم عشان هي بتحتوي على إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير، فبالتالي بنلاقيه لين ودرجة انصهاره ضعيفة. ليه؟ علشان ضعف الرابطة الفلزية بين أيونات ذراته. طيب خلونا نشوف بقى ذرة المغنيسيوم. إيه بقى النظام فيها، وإيه الظروف اللي بتتعرض لها؟ طيب، أما ذرة المغنيسيوم بتحتوي على 2 إلكترون في مستوى الطاقة الأخير، لذا نجده إيه؟ طريا، ودرجة انصهاره أعلى من الصوديوم. يبقى هنا عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير زاد واحدة، فبالتالي الرابطة الفلزية ابتدت تقوى حبة حبة.
تمام. فلما الرابطة الفلزية ابتدت تقوى، فالذرات ابتدت تكون أكثر تماسكا ببعضها، وابتدت ترتبط أكثر ببعضها من خلال الرابطة الفلزية. فعشان كده نجده طريا، لينا يعني سايب خالص، لكن طريا يعني ماسك نفسه ولكنه برضه لسه ايه طري. درجة انصهاره بتكون أعلى من الصوديوم، تمام. طيب أما ذرة الألمونيوم بتحتوي على 3 إلكترون في مستوى الطاقة الأخير، لذا نجده صلبا ودرجة انصهاره مرتفعة عن كل من الصوديوم والمغنيسيوم لقوة الرابطة الفلزية. احنا قلنا إن قوة الرابطة الفلزية بتتوقف على عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير بتاع أيونات الفلز أو أيونات الذرات بتاعة الفلز، تمام. طيب احنا قلنا كل ما تزيد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي أو مستوى الطاقة الأخير، كل ما تزيد قوة الرابطة وكل ما تكون أكثر تماسك وكل ما تكون درجة انصهارها أعلى. طيب احنا قلنا الألمونيوم دلوقتي فيها 3 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير بتاعها، فبالتالي هنلاقيها بقى صلبة ودرجة انصهارها عالية عن كل من الصوديوم والمغنيسيوم. ليه؟ عشان قوة الرابطة الفلزية زادت بزيادة عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. طيب احنا هنشوف دلوقتي ملخص الدرس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اتكلمنا الأول عن مقارنة بين الرابطة الهيدروجينية والرابطة التساهمية، واتكلمنا عن الرابطة الفلزية وأمثلة الرابطة الفلزية وعلامة تتوقف قوة الرابطة الفلزية. طيب الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الجزئية دي: قارن بين الرابطة التساهمية والرابطة الهيدروجينية، ما المقصود بالرابطة الفلزية، علامة تتوقف قوة الرابطة الفلزية، اذكر مثال الرابطة الفلزية. شكرا.